أصدقائي كيفكم؟ شو أخباركم اليوم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. أنا محمد. اليوم الفيديو ما راح يكون عن الكمبيوتر، راح يكون عن شيء عملي أكثر. أنا واجهت مشكلة بسيارتي، بمسجلة السيارة. في عندي هاي مسجلة، هذا الوش تبعها، تمام. مشكلتي هي كالتالي، إنه أنا عندي منفذ اليو اس بي، لما بحط الفلاشة بالمنفذ ما عم تبطل تشتغل الفلاشة إلا اكبسها هيك بهالشكل هاد. طبعا هذا بيعني إنه أنا منفذ اليو اس بي عندي صاير فيه مشكلة. طبعا ما بيعرف كتير بمسجلات السيارات، مسجلة السيارة غالبا بيكون يا بهي الزاوية، يا من فوق يا من تحت، بيكون في زر، مجرد ما انك تضغطه بصير معك الوش تبع مسجلة السيارة بهذا الشكل، بصير لحاله معك. فانت فيك ساعتها، هي مسجلة سي دي طبعا، فيك ساعتها تصلحه اذا في عندك مشكلة. طبعا انا راح بلش هالاصلاح، راح يلزمني شوية ادوات اللي هن المفك براغي، راح يلزمني كاوي الحام وقصدير. طبعا المنفذ من جوا، اذا طايق شي رجل من الرجلين حاضطر طبعا امن المنفذ من اي قطعه ثانيه، غالبا راح اذا لقيت مكسور عندي هيك شيء راح اضطر امنه من شاحن موبايل خربان، في منفذ يو اس بي ممكن اني افكه واستخدمه. اذا ما اذا طايق الحام على الحلم، في انا يعني مطاق رجل من الرجلين المنفذ، فانا بحسن اني ارجع اعمل الحام من اول وجديد، بيمشي الحال. خليكم معي لنشوف كيف. هلا رح نبلش بنقول بسم الله. طبعا مثل ما حكيت، انا رح يلزمني المفكات ورح يلزمني كاوي الحام. هلا هاي هون، طلع هيك من ورا، عندي ثلاث براغي رح فكهم. دائما حسب انت مدير المسجل اللي عندك، لازم تطلع تأكد على الاطراف شو في عندك. هلا هون زي ملاحظين في اماكن هيك محفورة صغيرة، هاي غالبا كليبسات من جوا، وهون في عندي كليبسات من برا. هلا هدول الكليبسات بدون تحرير، هون عبارة، هاي الكليبسة عبارة عن ضفر، مجرد ما اضغطه هيك ضغطه هون لجوا، بحاول اني ضفر او شفرة او اي شيء اللي بعده هيك بهالشكل هون. تانية مثلها، والتالتة كمان مثلها. هلا هيك ثلاث كليبسات فتحوا، شوي شوي بفتح لانه هون في راسور. هذا الزر طبعا اللي بنكبسه وقت مشان نطالع وش المسجل اللي انفصل لحاله، في له راسور ننتبه ما نهجره. هلا صارت عندي اللوحة بايدي، هاي هي اللوحة. طلع من هون، هذا هو المنفذ، هذا هو المنفذ. طلع من ورا، لاحظوا الحام تبع الأرجل تبعاته ما في شيء، بس الحام تبع الداير تبعه اللي هو بيعطيه الخط البارد، الحام هاد كلها طايق. لاحظوا المسافة هون، هدول بدهم ألحمهم من جديد بيمشي الحال معي. أول شيء رح شغل كاوي الحام. هلا بعد ما حمي الكاوي، بلش بالأرجل واحدة واحدة، فك الحام القديم، نزل الحام الجديد. رجل
ثانية طبعا عندي انتبه كل رجل لوين موصولة، حاول ما اني اعمل شورت مع غير مكان اللي كانت موصولة عليه، هي كتير مهمة الشغلة. اذا بتلاحظوا هلا انا الاماكن اللي مكسور فيها قطعة من البورد عم حاول اني اقيمها عشان ما تعمل شورت مع غير مكان، وارجع اعمل قطعة جديد مع البورد على النظافة. هلا بعد ما خلصنا تظبيط الالحام، طبعا مثل ما قلت لكم قبل شوي انا قمت قطع البورد اللي هون، لاحظوا لهون في اماكن فاضية، هي قطعة من البورد كانت طاقة مع الحام اللي هي، فانا قمتهم ورجعت لحمت وصلت مع كل القطب مع الطرف الواصل اللي عنده. اذا بتلاحظوا هون هون هون، طبعا بدك تنتبه ما يصير شورت. تمام، هيدا للاربعة صاروا جاهزين، قبل ما نطبق ولا رح نطبق بجيب الفلاشة برجع مرة تانية. تأكد انه برد، حطها، لاحظ صارت ثابتة ما عاد تروح يمين ويسار. هلا بقي اني انزل على السيارة اجربها وصور لكم مقطع صغير تحت السيارة كيف اشتغلت بدون اي مشاكل. رح ارجع هلا اطبق الوش مرة تانية. صح، قبل ما اني ركب دائما بضغطها من تحت بتأكد من الازرار انه كلها عم يكبس بشكل الصح. بعد ما تأكدت منهم كلياتهم، طبعا مثل ما قلت لكم هذا الفاسور تبع الزر اللي بيطلع لبرا كل شوي انتبه عليه لانه هذا ما له تثبيت لانه مسنود بالكفر سند. تمام، هلا برجع طبق، طبعا طبق تحت قبل فوق. لاحظ الاسنان رجعت مكانها، واحد اثنين ثلاثة رجعوا مكانهم. هلا برجع البراغي، رجعت المسجلة جاهزة، راح انزل اجربها وورجيكم اياها شلون تشتغل مباشرة وارجع لكم. طبعا هلا مثل ما انا شايفين هذا مكان تركيب المسجلة عندي بالسيارة، اللي بدي انتبه عليه بس انه هذا المنفذ، هذا الجاك بده يفوت بهذا المكان. فهلا هذا الوش المسجلة بهذا الشكل، انا المفروض هلا احط الطرف اليساري، ادفشها على اليسار واكرسها شوي لجوا. هلا هيك نزلت بمكانها صح. اذا بدي فكها من هذا الزر، هلا في مسجلات تكون هون بالعكس. تمام، هلا انا راح افتح الكنتاك مشان اول شيء اورجيكم المسجله كيف تشتغل. هلا اشتغلت المسجله،
شغله حاليا على الاف ام مثل ما انا شايفين. المفروض اول ما احط الفلاشه تشتغل. لاحظتوا؟ لا اضطريت اخذها لا يمين لا يسار ولا اي شيء. بالاول كان كتير اخذها يمين ويسار لان كانوا طاقين كل قواعدها مثل ما شفنا، بينما هلا اشتغلت. بعدين لاحظوا هون المنفذ صار ثابت. بالاول كان عم يلق لانه كانوا مكسورين مثل ما شفنا بالفيديو اول ما بلشنا تصليح. وهلا بعد ما اني ركبتها بالسياره وشفناها شلون ركبت واشتغلت على 24، بحب نوهلكم على قصه انه انت مدام فكيت وفكيت. هلا طبعا انا بس ضبطت القواعد تبع مدخل اليو اس بي، الاربع خطوط اللي بالنص انا ما قربت عليهم، بس انت للاحتياط انت فيك بس انك تعطيهم نقره حماوه بس بالكاوي، مشان اذا في كسر مو باين بعينك بالحام تبع هدول الاربع خطوط اللي بالنص. هلا حتشوفهم بالصوره انت، رح اوضحها كمان انا هن هلا طالعين معك بالصوره. هدول الاربع الحامات يعني بس انه حميهم تحمايه بس عشان اتاكد انه يكونوا واصلين 100% للاحتياط. هلا بالنسبه للحاله اللي انا عندي اياها ما كانت بحاجه لهذا الموضوع. قلت لكم في حاله ثانيه اذا انت عملت هدول الخطوات كليات وما زبط، معناتها عندك منفذ اليو اس بي بيكون طايق فيه واحدة من الرجلين من جوا، هدول الاربع خطوط اللي جوا بيكون طايق منهم شيء من جوات بين ملامس مطرح ما عم تفوت اليو اس بي وبين هدول من ورا الاربع خطوط اللي انت شايفهم. بهي الحاله انت بتضطر ساعات تبدل منفذ اليو اس بي كلياته. مثل ما قلت لك فيك تخسر واحد من اي شاحن قديم خربان عندك شاحن موبايل، فيك تخسر منفذ يو اس بي وتعمل هالعمليه هي. بتمنى يكون اليوم الفيديو عجبكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه، وانا على طول ان شاء الله راح اعمل هيك فيديوهات بتصير عند اي شيء بالتصليح راح احط لكم اياه، لانه كلياته هذا بالنهايه تابع لموضوع التكنولوجيا والدارات وشغلات متعلقه بشغلنا بين الكمبيوتر والكهرباء والالكترون، يعني كلياتهم متصلين ببعض تقريبا المجالات. بتمنى اذا ما عندكم مشتركين لسه بالقناه تشتركوا بالقناه، واللي عجبه الفيديو يحط لايك، واللي ما عجبه او له اي تعليق يحط لي اياه بمربع التعليقات انا بكون مسرور فيه. وكان معكم محمد من قناه تكنولوجيا S40N، ان شاء الله بنلتقي على خير. سلامات.